السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب تالتة ثانوي. أنا عايزك بقى تسيبك من المذاكرة وتسيبك من الكلام ده. أنا عارف إن أنت بقالك فترة مجهد معايا في المذاكرة وفي حل الكتب. واحدة واحدة كده، تعالى ناخد جولة داخل الجهاز العضلي بتاع جسم الإنسان. جولة إن شاء الله تفيدنا، هنستفاد وهنستمتع كتير جدا، وهنثبت المعلومات علشان خاطر الأسئلة اللي بتيجي بتعتمد على فهمك أو بتعتمد على المعلومات اللي عندك. فإحنا محتاجين إن إحنا نفصل شوية عن المذاكرة، نستمتع بالجولة دي. عايزك تستمتع معايا بالجولة بتاعة الجهاز العضلي. احنا عارفين ان الحركة دي بتحصل بالتآزر ما بين 3 أجهزة: الجهاز العصبي اللي بيكرر طبعا ان هو يدي إشارة، فتروح الإشارة دي للعضلات، فالعضلات تنقبض وتنبسط فتسحب معاها العظم. يبقى كده معانا جهاز عصبي هو اللي بيبتدي، بعد كده جهاز عضلي بينقبض وينبسط، بعد كده العظام. فتعالى كده ناخد جولة ونشوف ايه اللي بيحصل أثناء انقباض العضلات بتاعت جسمنا. دي كده العضلات، بص كده، ادي انسان عادي خالص هو بيتحرك. فجيب لك بقى الاشارة بتبتدي منين بقى؟ الاشارة بتبتدي من المخ. المخ هيبدأ ان هو يدي الاشارة فتروح للعضلات، فالعضلات تنقبض وتنبسط عشان خاطر تحرك العظم. بص كده، السيال العصبي هو ماشي داخل الخلية العصبية، ده المحور، بعد لحد كده بيوصل للتفرعات النهائية. طبعا من امثله الحركات عندنا الحركه الدوديه في الجهاز الهضمي، دي كده حركه دوديه هي الداخل المريء. دي كده العضلات الملساء، عضلات لا اراديه بيكون عندها نواه واحده، ودي عضلات قلبيه. احنا عندنا العضلات 3 انواع: ملساء وقلبيه وهيكليه. دي كده عضلات قلبيه بتكون مخططه وبرضه بتكون لا اراديه وبيكون عندها نواه واحده بس. بص كده شكل ال3 انواع ما عندنا من العضلات. بص، دي اول حاجه، دي اسمها العضلات القلبيه، دي كده العضلات القلبيه، ودي العضلات الهيكليه، ودي العضلات الملساء اللي بتبقى شبه ورق الشجر كده. ده شكل القلب. العضلات اللي بتكون موجوده فيه اسمها عضلات قلبيه لا اراديه، ما نقدرش ان احنا نتحكم فيها. تعال ناخد بقى جوله سريعه كده داخل العضلات. بص، احنا عارفين ان العضله لو مسكنا عضلة، دي كده عضلة اهيت، ده شكل العضلة. العضلة بيكون عندها غشاء اسمه غشاء العضلة. هنلاحظ ان هي بتتكون مجموعة من الحزم، دي كده مجموعة من الحزم. فاحنا لو خدنا حزمة اهيت، خدنا حزمة، هنلاحظ ان هي بتتكون مجموعة من الالياف، دي كده الياف اهيت. لو خدنا ليفة، هنلاحظ ان هي بتتكون من حاجة اسمها لييفات، تصغير ليفة لييفات. طيب لو شلنا ليفة، هنلاحظ ان هي بتتكون من قطع عضلية، دي كده قطع عضلية، قطع عضلية اهيت، دي كده قطع عضلية. طب كل قطعة عضلية بتتكون من خيوط رفيعة اسمها أكتين، وخيوط عريضة اسمها ميوسين. يبقى تاني كده، لو مسكنا عضلة اهي، دي كده عضلة الباي اهيت، قطعناها كده من النص، هنلاحظ ان اللي جواها اهيت حزم، حزم اهيت، حزم اللحمة، زي حتة اللحمة اللي احنا بناكلها كده بالظبط. تمام، لو جيت مسكت حزمة اهي، طلعنا حزمة لوحدها، هنلاحظ انها بتتكون من حاجة اسمها الياف. الالياف دي بيكون عندها غشاء اسمه الساركوليما، ساركوليما، وهي والالياف هي الوحده طبعا البنائيه او الوحده التركيبيه بتاعه العضله. فبيكون فيها السيتوبلازم اللي اسمه ساركوبلازم، وبيكون فيها الميتوكوندريا والعضيات والانويه. تمام، بعد كده هنمسك ليفه، تصغير ليفه بيكون له ايه. فاحنا عندنا الليفه الواحده بيكون فيها من 1000 الى 2000 ليفه، يعني الليفه الواحده ديت بيكون فيها من 1000 الى 2000 ليفه. طيب مسكنا الليفه، هنلاحظ ان الليفه بتتكون من قطع هي اسمها الساركومير، ساركومير اللي هي القطعه العضليه. طيب كل قطعة عضلية بتتكون من خيوط رفيعة اللي هي باللون الأحمر دي اسمها أكتين، وخيوط عريضة اللي هي اسمها الميوسين. شايف الميوسين بيطلع منها حاجة اسمها روابط مستعرضة اهيت، روابط مستعرضة. طيب تمام، تعال نشوف بقى كده، نشوف العضلات دي ازاي بتنقبض. بص كده، احنا قلنا الإشارة أو الحركة بتحصل بالتزر ما بين 3 أجهزة. أدي الجهاز العصبي بيطلع الإشارة، فالإشارة تروح للعضلات، فالعضلات تنقبض وتنبسط علشان تحرك العظم. طب تعال نشوف بقى العضلة دي ازاي بتنقبض. دي كده ليفة عضلية اهيت، بص عمالة تنقبض اهيت وتنبسط. الإشارة العصبية أول لما بتوصل لليفة، دي كده خلية عصبية اهيت، الإشارة العصبية والسيل العصبي ماشي فيها، بتروح عند النهاية العصبية. فأول ما السيل العصبي بيدخل بيدخل الكالسيوم، فالكالسيوم يفجر الحويصلات التشابكية، فيخرج من الأستيلكولين. أدي الأستيلكولين اهوت، بيبدأ ان هو يخرج عشان يروح على المستقبلات بتاعته على الليفة العضلية، فبيسبب طبعا انقباض العضلة.
فطبعا بيسبب تكوين روابط مستعرضة، والروابط المستعرضة دي بتبدأ ان هي تمسك في الاكتين علشان تسحب الاكتين وتسبب انقباض العضلة. طيب تعالى نقرب تاني ونشوف الفيديو من تاني. بص كده معايا تاني، هوت الاشارة تخرج من المخ، الاشارة بتخرج من المخ تروح للجهاز العضلي العضلات عشان تنقبض وتحرك العظم. نقرب تاني كده، ادي السائل العصبي اهوت ماشي على طول العضلة داخل في الخلية العصبية لحد ما يوصل للتفرعات النهائية، فبيسبب دخول أيونات الكالسيوم، فالكالسيوم بيفجر الحويصلات التشابكية ويخرج منه الأستايل كولين، فالأستايل كولين بيبدأ إن هو يسبب انقباض العضلة عن طريق إن هو بيدخل الصوديوم، الصوديوم يبدأ إن هو يدخل، يبدأ الصوديوم يدخل والبوتاسيوم يخرج، تمام، فيسبب إثارة الإيه العضلة. فدي كده قطعة عضلية قدامها اهيت بتتكون من خيوط الأكتين وخيوط الميوسين، اللي بالاصفر دي الميوسين واللي بالاحمر الصغيره دي الاكتين. فطبعا كده القطعه العضليه هي بدا يحصل لها اثاره، فتبدا الروابط المستعرضه الموجوده في الميوسين تمسك في الاكتين علشان تسحبها. بص كده ادي السائل العصبي اهوت، ده دي ايونات كالسيوم، ايونات الكالسيوم دي بتكون الروابط المستعرضه اللي بتسحب من خيوط الاكتين فتسبب انقباض العضله. تاني بص معايا، ركز بقى، نجيب الفيديو كمان مرة. لا ده فيديو تاني، فيديو تاني مش نفس الفيديو. فبرضه بيبتدي من الأول معايا من بداية السائل العصبي يوصل للعضلة فيسبب انقباضها. فنقرب شوية كده، ادي كده كل عضلة بتكون من حزمة، الحزمة بتكون من ألياف، الألياف بتكون من لويفات، كل ليفة بتكون فيها قطع عضلية. دي كده شكل القطع العضلية، روابط مستعرضة بتسحب مين؟ بتسحب الأكتين، شايف اللي بتسحب الأكتين في اتجاه متضاد بيكون عكس بعضه اهوت. أدي كده الرابطة المستعرضة علشان تتكون بتحتاج كالسيوم وبتحتاج اي تي بي، فأنا لما باخد الطاقة من الاي تي بي ببدأ إن أنا أرجعه تاني لمين؟ لاي دي بي زائد فوسفات، لاي دي بي زائد فوسفات علشان آخد منه الطاقة. فبص كده أدي الرابطة المستعرضة اهيت بتروح لمين؟ لخيوط الأكتين. وطبعا عشان اكونها بحتاج حاجتين، كالسيوم واي تي بي، فلما باخد الاي تي بي بتحول الى اي دي بي فوسفات، ادي تسحب اهي خيوط الاكتين، طبعا هي بتكون احد اجزاء خيوط الميوسين، تمام، فبتسحب الاكتين في اتجاه متعاكس، يعني الاثنين بيكونوا عكس بعض، الاكتين اللي من هنا بيقابل الاكتين اللي من هنا بيقابلوا بعض. فطبعا لما باخد الطاقه من الاي تي بي بحولها طبعا الى اي دي بي وفوسفات، وهكذا كل رابطه مستعرضه بتبدا ان هي تسحب في مين؟ تسحب الاكتين. وطبعا علشان ترجع تاني برضو بتحتاج بتحتاج اي تي بي، علشان ترجع تاني برضو بتحتاج اي تي بي. بص كده، فبتبدا المنطقه اللي هي شبه المضيئه اتش دي تختفي خالص اثناء الانقباض. يعني تعالى كده نعيد الفيديو ده تاني، نعيد الفيديو ده تاني واحده واحده، ركز معايا كده في الحته دي، حاول ان انا اسكت عشان خاطر ان انت ايه تستمتع بالفيديو ده. خيوط رفيعة وخيوط تخينة، طبعا الميوسين هو اللي بيخرج منه الروابط المستعرضة، الروابط المستعرضة علشان تتكون بتاخد اي تي بي وبتاخد كالسيوم، وعلشان تفك بتاخد اي تي بي بس. طب لو ملقتش اي تي بي بيحصل لها شد عضلي، ما بترضاش ان هي تفك. بص كده ادي الربط عشان تتكون اهي، خدت اي تي بي فتحول طبعا الاي تي بي الى اي دي بي، يعني ثنائي الفوسفات ومجموعه فوسفات، فبتشد اهي الاكتين. علشان تسيب بقى تاني، علشان تسيب تاني محتاج اي تي بي. بص اهي، عشان تسيب لازم تجيب لها اي تي بي، لو ما لقيتش اي تي بي حصل لها شد عضلي، تسحب طبعا الاكتين اهوت. بص بتسحبهم قصاد بعض اهو وهكذا، فتقل طبعا طول القطع العضليه فتنقبض العضله. بص كده، دي بقى العضلات الملساء، شكل العضلات الملساء وهي بتنقبض وتنبسط. العضلات الملساء زي اللي بتكون موجوده في الجهاز الهضمي، في المعده، في الامعاء، اللي بتسبب طبعا الحركه الدوديه، شايف شكل الحركه الدوديه، تحس ان في دوده كده ماشيه جوه القناه الهضميه. ده كده النخاع الشوكي بيخرج منه السائل العصبي،
طبعا العضلات الملتصقة بتكون لا إرادية، كلها عضلات لا إرادية، تبقى بص هي حرشوفية على شكل ورقة الشجرة، تبقى طبعا بيكون فيها نواة واحدة وظيفتها ان هي بتنقل الطعام على طول القناة الهضمية. وبرضو بتن ده شريان اهوت، شريان نابض بيحتوي الجدار بتاعه بيكون فيه عضلات ملساء، دي من امثلة العضلات الملساء. وبرضو العضلات اللي بتكون موجودة في الرحم، عضلات الرحم بتكون برضو عضلات ملساء، هي بتنقبض عشان تخرج الجنين، دي عضلات برضو ملساء لا ارادية. شوف برضو العضلات القلبية اللي بتكون موجودة في جدار القلب، برضو دي عضلات لا ارادية، عضلات مخططة لا إرادية. ده كده جدار القلب اهوت، شايفه هو بينقبض وينبسط. ده كده الغشاء الخارجي بتاع القلب. دي عضلة القلب اهيت بتنقبض وتنبسط، عضلة لا إرادية بتحتوي على كمية كبيرة طبعا من الاي تي بي علشان توفر لها، وكمية كبيرة من الميتوكوندريا عشان توفر لها اي تي بي، لان طبعا عضلات القلب مينفعش يحصل لها شد عضل، ودي بتبقى اكتر العضلات الموجودة في جسم الانسان بيحصل لها انقباض بشكل مستمر، اكتر عضلات بتقدر ان هي تنقبض وتنبسط على طول اليوم وعلى طول السنين من يوم ما اتولدت لحد ما يعني ما ربنا يتوفاك. تعالى كده برضو ناخد جولة سريعة كده تاني. شوف العضلة دي لما بتنقبض، عضلة الرصينة اهيت بتنقبض، فالعضلة التلات رؤوس تنبسط والاتنين ماشيين عكس بعض، عضلة تنقبض عضلة تنبسط. بص العضلة ذات الرصين بتنقبض، فالعضلة ذات التلات رؤوس اللي تحتها بتنبسط. بص بقى، فاللي تحت لما تنقبض العضلة الرأسين اللي فوق دي بتنبسط. بص ماشيين مع بعض بالتعاكس، فواحدة بتكون في حالة إثارة واحدة بتكون في حالة راحة وهكذا، والاتنين عكس بعض والاتنين بيكونوا عكس بعض. طبعا بيسببوا حركة الساعد، عظمتي الساعد الاتنين بيتحركوا، الزند والكعبرة. في الحالة دي طبعا الزند ما بتكونش ساكنة، الزند بتكون متحركة عادي خالص. برضه ادي العضلات وهي بتتحرك، برضه دي حركة، الحركة النصف دائرية اهيت، حركة نصف دائرية بتاعة الكعبرة، والزند بتكون ثابتة فيها. شايف بص عضلات الرقبة اهيت، عضلات الرقبة دي لما بيحصل لها انقباض، لو حصل لها انقباض مستمر بيؤدي الى طبعا لو حصل شد عضلي هنا، الرقبه تفضل موجوده في الوضع الايه، في الوضع الخلفي ده كده. دي العضله التوأميه هي اللي بتصل بيها الوتر اللي هو اسمه وتر اخيل، فبيربطها وبيربط ما بين طبعا ما بينها وما بين عظمه الساق. ده كده مفصل الكوع. بس كده كفايه، خلصنا كده الفيديو بتاعنا.